فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما القول الراجح في مسألة غفران الشرك الأصغر؟ هل يغفر أو لا يغفر؟ الشرك الأصغر يغفر، يغفر. الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر، أما الأصغر اختلف العلماء فيه، لكن صحيح أنه يغفر إذا ترجحت حسناته على سيئاته، غفر له ما عنده من الذنوب وإن كان فيها شرك أصغر. نعم.